كلنا نعلم أن الحجامة لها فوائد عديدة للجسم وأنها أيضا سنة نبوية، لكن يا ترى ما هي فوائد الحجامة بالضبط؟ وهل الحجامة تتم عند كادر صحي منظم ومحترف أم هي مهارة شعبية فقط لا غير؟ للحجامة فوائد كثيرة جدا، منها العلاجي ومنها الوقائي وفوائد عامة. للحجامة تأثير إيجابي في علاج العديد من المشاكل الصحية، لأنها تعمل على رفع كفاءة جهاز المناعة، مما يعطي الجسم قدرة أكبر على مكافحة أنواع مختلفة من العدوى وتنشيط الدورة الدموية. فأغلب الأمراض سببها عدم وصول الدم الكافي بانتظام لأنحاء الجسم وضعف الجهاز المناعي. مركز إجادة للحجامة بجدة هو مركز متخصص بالحجامة تحت رعاية وإشراف طاقم طبي متخصص، ويتميز المركز بإجراء الحجامة بطريقة آمنة باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة ذات الاستخدام الواحد لكل مريض واتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.